السلام عليكم، معكم مهندس كرول سرافات. اهلا بكم في حلقه جديده من كورس اردوينو اونو اوميجا 2560 توتوريال. ان شاء الله النهارده هنكمل الحلقه الثانيه من سلسله الدي سي موتور. هناخد النهارده ازاي اعمل اون اوف للموتور، وهناخد البلس ويدث ازاي اتحكم في سرعه الموتور باستخدام الديوتي سايكل، وهناخد النهارده ازاي اقيس السبيد بتاعه الموتور باستخدام التاكوميتر. طبعا احنا في المحاضره اللي فاتت خدنا الموتور تايبس والدرايفر بتاعته، والنهارده هناخد ازاي اعمل اون اوف للموتور، وهناخد ازاي اتحكم في سرعته باستخدام الديوتي او البلس ويدث، وكمان هناخد ازاي اقيس سرعته باستخدام التاكوميتر او التاكو جينيريتور. طبعا ده الدي سي موتور بتاعنا، اتفقنا ان في طرفين للتغذيه وفي طرفين خاصين بالتاكوميتر اللي هو بيقيسوا سرعه الموتور. الموتور بتاعنا شرحنا في المحاضره اللي فاتت او الفيديو السابق ان احنا ازاي نعمل درايفر للموتور، درايفر مناسب. هنا مستخدم اوبتو كابلر، واتفقنا ان دي البن الخاصه بالاردوينو او المايكرو كنترولر، هتبقى واصله على طرف الانود بتاع الليد اللي هنا اللي موجود في الاي ال دي 74. ده عباره عن اوبتو ايزوليتور، والكاسود هنا هوصله مقاومه 330 للارضي. هنا معايا الترانزستور، هستخدم الكوليكتور واوصله ب 12 فولت، والإميتر هوصله بمقاومة 10 كيلو، تعلمنا ازاي نحسبها من الفيديو السابق. كمان معنا تي اي بي ترانزستور، هنا ترانزستور ده باور. الإميتر بتاعه هيبقى واصل بالأرضي، والكوليكتور حاطط عليه الموتور، والموتور موصله ب 12 فولت. توازي مع الموتور حاطط مكثف عشان يحافظ على فولت ثابت، وكمان حاطط دايود في الاتجاه المعاكس اللي هو الفري ويلينج دايود. لما انا اعمل اون من هنا اللي دي تشتغل، الترانزستور ده يشتغل 15 فولت هتطبق على البيز. هنا الترانزستور ده هيشتغل في منطقه الساتوريشن، هيبقى شورت سيركت، هيمر تيار في الموتور من 12 فولت للارضي، كده هيشتغل اون. لما انا هطلع زيرو هنا اللي دي تبقى فاصله، الترانزستور ده هيبقى فاصل، الترانزستور ده هيبقى فاصل بناء عليها، وبناء على كده الموتور ان هو مش هيبقى شغال. طبعا في الدايره العملي انا كل الدايره دي انا حطيتها جوه بوكس وقافل عليها، فايه اللي هيبقى طالع من البوكس؟ اول حاجه هيبقى محتاج البن اللي هتتوصل مع الانود بتاع الليد اللي هي البن 10، محتاج كمان الارضي. كمان تاكوميتر هنا عباره عن طرفين، طرف ارضي هوصلهم على الارض اللي هنا، وطرف تاني اللي هو باخد منه البوزيتيف فولت عباره عن انالوج فولت بيقيس السرعه او بيعبر عن السرعه. يبقى كده ثلاث اطراف. في كمان من البوكس طالع عندي هنا محتاج تغذيه 12 فولت ومحتاج الارضي. يبقى البوكس عندنا هيبقى مقفول، هبقى محتاج لي موجه ب 12 فولت خاصه بالموتور، والارضي بتاع التغذيه اللي خاصه هنا. كمان هحتاج ان الطرف اللي واصل بالانود اوصله بالمايكرو كنترولر، محتاج الارضي، محتاج الطرف بتاع التاكوميتر. اول حاجه ازاي اعمل اون اوف للموتور. اون اوف يبقى انت شغال ديجيتال. اتفقنا ان البن بتاعت الانود بتاعت الليد هوصلها على بن ديجيتال خاص بالمين بالمايكرو كنترولر او بالاردوينو بتاعي. ونفترض ان البن دي هتبقى بن 10، فانا اقول بن مود حاله البن بتاعتي موتور بن، ده متغير، وكاوتبوت لان انا شغال اوتبوت هنا، هعرف الموتور بن على 10. عرفتها متغير فوق عشان ما اقعدش اغيرها في البرنامج كله، لا ده مباشره موتور بن ده عايز اخليها على 11، اكتب هنا 11 مباشره بدل ما امشي في البرنامج كله واغيرها، كده بوفر وقت ومجهود. في الفويد لوب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل اون للموتور لمده 2 ثانيه، وبعد كده اوف للموتور لمده 2 ثانيه. تعالوا نشوف مع بعض كده. هقول ديجيتال رايت يعني بطلع قيمه ديجيتال على الموتور بن اللي هي 10، وهاي يعني كده انا هطلع ايه؟ هشغل الموتور بتاعي بالماكسيمم فولت او الماكسيمم باور بتاعته، بعد كده هعمل ديلي 2 ثانيه عشان يفضل شغال 2 ثانيه، وبعد كده اعمل ايه؟ ديجيتال رايت الموتور بن نفس البن ولو، وبعد كده ايه؟ 2 ثانيه. كده بكل سهوله تلاقي الموتور يعمل اون اوف كل 2 ثانيه. بعد كده انا عايز ازود سرعه الموتور بالتدريج باستخدام البلس ويدث، يبقى لازم البن بتاعت الانود بتاعت الليد اوصلها على بن خاصه بالبلس ويدث، سواء كانت اونو او ميجا. طبعا البن 10 عندنا شغاله بلس ويدث في حاله الاونو وفي حاله الميجا، يبقى البن دي شغاله كبلس ويدث اوتبوت. يبقى اجي في الفويدس، طب ممكن تعرفها او ما تعرفهاش، ممكن تعرفها كاوتبوت او ما تعرفهاش، مفيش مشكله هنا. لكن لو هي شغاله ديجيتال زي البرنامج اللي فات لازم تتعرف. نروح بعد كده في الفويد لوب. الفويد لوب ان انت هتعمل فادنج للموتور بالبلس ويدث بتاعتك. البلس ويدث الرينج بتاعها من 0 ل 255. يبقى انا اعمل فور لوب، اقول له ان الديوتي بتاعتي من 0 ل 255 والديوتي بلس 5 في كل مره. طبعا الديوتي ده متغير عندنا، انا هعرفه فوق ان هو نوع انت قبل الفويد سيتاب عشان يبقى جلوبال فاريبل. هنبدا بقيمه 20، وفعلا هنا جوه الفور انا بادئ ب 20. هنعرف ليه انا بادئ ب 20 ما بداتش ب 0. بعد كده اقول له الامر ايه؟ انالوج رايت الموتور بن والديوتي. الموتور بن ده رقم كام؟ اللي هي رقم 10، انا عرفتها كمتغير فوق انها على البن او رقم 10. وبعد كده الديوتي
هعمل ديلي في كل مره. الديلي ده 100 ملي سكند، طبعا 100 ملي سكند عشان الموتور يستجيب للقيمه اللي انت بتطلعها. هتلاقي هنا الديوتي بتتغير معاك من 20 ل 255، 255 اللي هي الماكسيمم، يعني هيدور بالماكسيمم باور بتاعته. هعمل ديلي 1 ثانيه، يعني هيفضل عند الماكسيمم باور شغال لمده 1 ثانيه. بعد كده هبتدي انقص سرعته بالتدريج، اجي هنا فور ثانيه اقول له الديوتي من 255 ديوتي اكبر او تساوي 20، لان انت تتناقص لغايه ما توصل 20، فالشرط بتاعك يبقى ديوتي اكبر او تساوي 20. بعد كده ديوتي ماينس 5 في كل مره، نفس الامر اقول له انالوج رايت موتور بن وديوتي، وبعد كده اعمل ديلي. طبعا خلي بالك من الاوامر هنا، انالوج تبقى الاي سمول ورايت الدبليو تبقى كابيتال. وبعد كده في النهايه اعمل ديلي 1 ثانيه برضو، هيبقى هو عند الديوتي ب 20 او عند سرعه بتكافئ الديوتي 20 لمده 1 ثانيه. بعد كده يرجع يكرر نفسه ثاني من البدايه. ليه انا بدات ديوتي ب 20 هنا؟ وليه هنا انتهيت عند ديوتي 20؟ ليه ما ابتديتش من زيرو وانتهيت عند زيرو؟ في الحقيقه ان الفولت اللي بيطبق على الموتور لو رسمت العلاقه بتاعته مع السرعه، بتلقى عند قيمه معينه هيبتدي الموتور يتحرك. يعني وليكن عندنا موتور 12 فولت زي الموتور بتاعك، لما اطبق عليه 1 فولت ما يشتغلش، السرعه زيرو، 2 فولت ما يشتغلش، 3 فولت ما يشتغلش. عند بعد 3 فولت مثلا هيبتدي يشتغل، هيبتدي كل ما زود الفولت لغايه ما اوصل ل 12 تلقى بناء عليها السرعه بتزيد. ليه طب عند 1 فولت و2 فولت و3 فولت مش بيشتغل؟ لان في فريكشن داخلي، الفولت ده مش قادر يخلي الموتور يتغلب على الفريكشن ده، وفي نفس الوقت كتله الروتور نفسه عشان تدور محتاجه فولت عالي. فطبعا هنا الفولت في الجزء ده مش قادر يتغلب على كتله الروتور اللي هو الجزء الدوار، ومش قادر يتغلب على الفريكشن اللي هو الاحتكاك في البدايه. فبعد فولت معين هيبتدي يتغلب على الجزء ده كله ويبتدي الموتور يتحرك. عشان كده هنا انا بديت ديوتي ب 20، لان لو بديت ديوتي ب 0 هتبقى صح ما فيش مشكله، بس هتلقى من ديوتي 0 لديوتي 20 احيانا 30 هتلقى الموتور سرعته 0. هروح بعد كده ازاي اقيس سرعه الموتور. زي ما قلنا الموتور بتاعنا عليه تاكوميتر. ايه هو التاكوميتر؟ الاول تعال نعرف الموتور. الموتور ان انت بتطبق عليه فولت بيديك حركه، بتطبق عليه طاقة كهربية يديك طاقة حركية. التاكوميتر هو عملية عكسية، تطبق عليه طاقة حركية روتيشن ويديك فولت، فبيبقى متوصل على الشافت ان هو بياخد الحركة بتاعت الموتور او سرعة الموتور يحولها لفولت، يعني خارج التاكوميتر فولت. في نقطة مهمة، الفولت اللي جاي من التاكوميتر ده بيبقى انالوج، يبقى اول حاجة لازم يتوصل ببن انالوج بالمايكرو كنترولر بتاعي. رقم اتنين، اتفقنا ان الفولت الانالوج لازم يبقى في الرينج من 0 ل 5. طب ايه رايك لو التاكوميتر بتاعه الرينج اكبر من 5؟ لازم تحوله ل 0 ل 5، يعني اعمل له ايه؟ فولتج ديفايدر او اتنويتور، ان انا اقلل الجهد بتاعه. ده الدي سي تاكوميتر بتاعي هنا، بحط مقاومه مكثف عشان ده لو باس فلتر، لان بيبقى فيه نويز جايه من القراءات، فانا بعمل لو باس فلتر عشان ايه؟ اقلل ايرور من القراءه. وبعد كده الخارج النهائي باخده على تنشيومتر مقاومة متغيرة، بحيث ان انا اخد ايه الرينج بتاعي بيبقى من 0 ل 5، وباخد الطرف اللي هنا ده ادخله على الانالوج بن وليكن A2. لو التاكوميتر بتاعك الرينج بتاعه من 0 ل 5 مباشرة مش محتاج المقاومة دي خلاص. احنا بنتكلم لو الرينج بتاعي اكبر من 5 فبحتاج المقاومة المتغيرة هنا عشان اخد جزء من الفولت بتاع التاكوميتر، بحيث ان الرينج يبقى من 0 ل 5. طبعا انا بعمل ايه في البرنامج؟ هو اروح ضارب في النسبة اللي انا قاسم عليها بره، وليكن هنا الرينج بيطلع 10، فانت بتاخد نص الجهد هنا يبقى 5، يبقى انت واخد نص ويبقى قاسم على 2، تيجي في البرنامج تضرب في 2 عشان يبقى الناتج بتاعك صح. طبعا التاكوميتر لما اخد الفولت بتاعه وادخله على المايكرو كنترولر بتاعي بيتخزن جوه المايكرو كنترولر كقيمه ديجيتال. القيمه الديجيتال دي الرينج بتاعها من 0 ل 1023، هو ما يفهمش ايه يعني فولت، هو يفهم القيمه الديجيتال، فتخزن من 0 ل 1023 القيمه دي ديجيتال. دي قراءه مين؟ التاكو. طيب عايز احولها من 0 ل 5 فولت، لان اصلا هو خارجه فولت، فعايز احولها من 0 ل 5 فولت. المايكرو كنترولر هيقرا اكس اللي هي السكيل بتاعها من 0 ل 1023، انا كيوزر عايز القيمه اللي اسمها واي، اضرب طرفين في وسطين اقول الواي هنا بتساوي اكس في 5 على 1023، قيمه واي هتطلع بالفولت. ما تنساش واي لو انت معرفها كفلوت لازم تقول اكس في 5.0 لازم بوينت 0 على 1023.0. لو ما كتبتش بوينت 0 تيجي في الحسابات او البرنامج هتعمل فيرفاي او كومبايل مش هيديك ايرور، بس تيجي تطبق عملي ما يشتغلش، هيعمل معاك مشكله مش هيديك قراءات صحيحه، فلازم تكتب له دوت زيرو لو انت المتغير بتاعك فلوت، او ممكن باستخدام امر ماب اللي خدناه مباشره اكس اللي هي موجوده في السكيل بتاعه من 0 ل 1023، انا عايز قيمه واي السكيل بتاعها من 0 ل 5 مباشره باستخدام امر ماب. طب ايه رايكم لو خدت السكيل ده اللي هنا اللي هو الفولت ده ضربته في 1000، ايه اللي بيحصل؟ السكيل الاول زي ما هو، السكيل الثاني هضربه في 1000،
يبقى الزيرو في 1000 بزيرو والخمسة في 1000 يديك 5000. في الحقيقة مش القيمة هنا فولت، لو ضربتها في 1000 تتحول الوحدة الملي فولت. طب أنا لو عايز قيمة واي الجديدة اللي هنا، يبقى نفس النظام، واي بتساوي اكس في 5000 على 1023. طبعا قيمة واي هتطلع بالملي فولت، أو ممكن أستخدم واي باستخدام أمر ما زي ما احنا شرحنا، بس خلي بالك الرينج بتاع واي من هنا من 0 ل 5000. دلوقتي التاكوميتر قرا فولت وفعلا أنا حولته لفولت، بس في الحقيقة يا ترى أنت عايز فولت ولا عايز سرعة سبيد؟ أنا عايز سرعة. فبيقول لك إيه؟ الموتور بتاعنا بيشتغل ب 12 فولت، التاكوميتر بتاعنا قال لك بيقرا 2500 ملي فولت. أنا خدت السكيل بتاعي بالملي فولت، قال لك عندي 2500 ملي فولت، قال لك سرعة الموتور بتبقى 1500 ار بي ام، ودي الماكسيمم سبيد بتاعت الموتور بتاعي. يبقى عند 1500 ار بي ام كان الفولت بتاعي عبارة عن 2500 ملي فولت. طبعا باستخدام الأمر اللي فات عرفنا نقرا مين القيمة اللي اسمها فيتاكو هنا، باستخدام الأمر اللي فات أو المعادلة اللي فاتت عرفنا قيمة الفيتاكو بالملي فولت، الرينج ده بتاعي بالملي فولت. فأعمل إيه أنا؟ أنا عايز السبيد المناظرة ليها، فأعمل إيه؟ أضرب طرفين في وسطين، يبقى السبيد بتاعتي بتساوي الفيتاكو في 1500.0 على 2500.0، والسبيد فلوت طبعا عشان لو في كسر عايز تطلعه، او استخدم امر ماب ان الفيتاكو هنا الرينج بتاعها من 0 ل 1500، والسكيل الجديد اللي هو 0 ل 1500 يطلع السبيد وحدتها ار بي ام. او في حاجه تانية بيقول لك ان التاكوميتر بتاعنا فيه حاجه اسمها كونستانت خاص بالتحويل من فولت لسرعه، بيقول لك ان الكي جي بتساوي 5 على 3 ملي فولت لكل ار بي ام، وبالتالي الوحده هنا عباره عن ملي فولت على ار بي ام. يبقى الوحده اللي هي ملي فولت على ار بي ام ممكن نقول ان الفي تاكو بيساوي كي جي في السبيد. اه فعلا الكي جي وحدتها فولت على ار بي ام، وبالتالي انت عايز السبيد، السبيد بالار بي ام بتساوي الفي تاكو على الكي جي. تمام، الفي تاكو هخليها بالملي فولت، هقيسها بالملي فولت بناء على السلايد اللي فات. طيب الكي جي عندي بكام؟ 5 على 3 ملي فولت على ار بي ام، انا الكي جي في المقام فقلبها يبقى 3 على 5 تبقى ار بي ام على الملي فولت، لان انا قلبت الوحده ملي فولت مع ملي فولت يفضل ايه؟ يبقى 3 على 5 اضربها في في تاكو بالملي فولت يطلع لك مين؟ يطلع لك السرعه بالار بي ام. يبقى لازم الفي تاكو تبقى بالملي فولت اضربها في 3 على 5 يطلع لي السبيد بالار بي ام، ده خاص بالموتور بتاعنا اللي هو الكي جي بتاعته 5 على 3 ملي فولت على ار بي ام. طب انت لو اشتريت موتور جديد لازم تعرف الكونستانت بتاع التاكوميتر بتاعك كام. طبعا الكلام ده بيتطبق او الكي جي دي خاصه بالموتور بتاعنا، لكن لو انت عندك نوع تاني بيشتغل بفولت تاني فلازم تبقى عارف الكي جي بتاعته، لان بتبقى مختلفه من موتور لموتور. طب انا عايز اقيس السرعه اعمل ايه؟ يبقى اول حاجه اوصل البن بتاعت الموتور اللي هي واصله بالانود بتاعت ليد بتاعتي على بن شغاله ايه ديوتي، عندي سرعات مختلفة وفي نفس الوقت اقيس السرعة دي باستخدام التاكو. طب الفويس سيتاب يبقى انا اعرف ايه؟ اقول له اول حاجة البن مود 10 كاوبوت، وبعد كده هستخدم السيريال عشان اعرض القيمة على السيريال، يبقى سيريال دوت بيجين 9600، احنا شرحنا الكلام ده قبل كده. خلي بالك انا هستخدم انالوج انبوت، يبقى الانالوج انبوت ما يتعرفش فوق، ما ينفعش يتعمل له انيشاليزيشن. اروح الفويد لوب، اول حاجة في الفويد لوب انا عايز اغير سرعة الموتور عشان بناء عليه يديني فولت متغير من التاك، يبقى اقول له 4 انت ديوتي تساوي 15، وانا الديوتي هنا عرفتها مباشره بانت، والقيمه الانيشال قلنا 15 ليه؟ ليه ما بداتش بزيرو؟ هنا القيمه اقل من 255 طبعا، لان الماكسيمم للديوتي 255 والديوتي بتزيد 5 في كل مره، وقفلت القوس بتاع الفور. جوه القوس الفور عايز اعمل ايه؟ اول حاجه انا الجرايت 10 وديوتي، انا هشغل الموتور على ديوتي ب 15 في البدايه، اعمل ديلي 100 ملي سكند علشان السرعه بتاعت الموتور تستقر. بعد كده اقول له ايه؟ انا لو جريد A2 اللي هي البن اللي متوصل عليها ايه؟ التاكو، هقول له انا لو جريد منها هخزنها في متغير اسمه في تاكو نوعه فلوت. يبقى الفي تاكو ده الرينج بتاعه كام؟ من 0 ل 1023، قيمته ديجيتال من 0 ل 1023. امسك القيمه دي احولها لمين؟ احولها لملي فولت. هات السلايد اللي فات او ارجع للفيديو تاني من اول، تلقى الجزئيه دي شرحناها في بدايه الفيديو، اللي هو في تاكو هضربها في 5000.0 على 1023.0، حولت الفي تاكو من رينج 1023 لرينج من 0 ل 5000 بالملي فولت. يبقى الفي تاكو الجديده دي الرينج بتاعها من 0 ل 5000 ملي فولت، يعني وحدتها ملي فولت. طب يا باشمهندس انت مستخدم في تاكو هنا وفي تاكو هنا؟ اه هي ينفع استخدم نفس المتغير في البرنامج اكتر من مره، في حاله ان انا القيمه اللي قبل كده مش محتاجها، انا خدت القيمه بالديجيتال وخدت القيمه الديجيتال هنا حولتها لمين؟ بالملي فولت. فانا خلاص كده القيمه الديجيتال دي مش محتاجها بعد كده، مش مشكله. لكن لو انت هتعمل عليها عمليات حسابيه في البرنامج تحت، لا ما ينفعش تسمي نفس المتغير. اقول له بعد كده الفيتاكو دي اضربها في 1500
على 2500 يطلع لي السرعة مين؟ بالار بي ام. الفيتاكو هنا وحدتها بالملي فولت، والكلام ده قلناه. يبقى أول حاجة أخد القيمة الديجيتال أحولها الملي فولت، بعد كده أخد الملي فولت ده أضربه في النسبة اللي إحنا قلناها عليها في السلايد اللي فات، بعد كده يديني السرعة بمين؟ بالار بي ام. بعد كده أروح على السيريال، أقول له سيريال دوت برنت بين دبل كوتيشن ديوتي بتساوي، هعرض كلمة ديوتي، أعرض بعد كده قيمة الديوتي، بعد كده هقول له إيه؟ بين دبل كوتيشن باك سلاش تي، يعني سيب ست مسافات، بعد كده يكتب لي فيتاكو بتساوي، وبعد كده أعرض لي قيمة الفيتاكو، بعد كده اكتب كلمة سبيد واعرض لي قيمة السبيد، ما تنساش تعمل لين، لأن هو هيكتب ديوتي تساوي بعد كده قيمتها والفيتاكو وقيمتها والسبيد وقيمتها، ده كله في نفس السطر، وبعد كده في النهاية لين، يعني ينزل سطر جديد في حالة إن هو يرجع تاني يكرر اللوب. طبعا احنا خلصنا الفور كده، هيبدأ بديوتي ب 15 ويروح ينفذ ده كله، يرجع تاني يزود مين؟ الديوتي، يزودها 5 تبقى الديوتي المرة دي ب 20، يخليها ب 20، يرجع يقرا من التاكو ويطبق معادلاته ويطلع السبيد ويعرض الكلام ده على السيريال، وهكذا لغاية ما يوصل ديوتي 255، وصل للماكسيمم. طبعا بعد ما يخلص ده كله اروح اقول له ايه؟ اعمل ديلي 2 ثانية، بعد ما يخلص ال 2 ثانية هيبتدي يرجع تاني من الفويد لوب من البداية، البداية هيبدأ تاني خالص من البداية، يخلي الديوتي ب 15 ويبدأ يكرر الموضوع تاني على طول، وتلقى كل مرة يعرض الداتا على السيريال. في تعديل صغير في البرنامج ده اللي هنعمله، اللي هو ان انا هاخد اكتر من قراءة للتاكو في نفس التوقيت عشان اقلل الايرور. يبقى انا لو عايز اقلل الايرور اللي جاي من التاكو، اتفقنا ممكن استخدم لو باس فلتر في الهاردوير ان انا اوصل مقاومة مع مكثف زي ما احنا شرحنا في الرسمة، او ان انا اخد اكتر من قراءة في البرنامج واجيب لهم الافريج، معروف ان هو الافريج بيقلل الايرور اللي موجود في القراءة. طيب نعمل الموضوع ده ازاي؟ هو نفس البرنامج هيبقى عليه تعديل بسيط زي ما قلنا، الفويد سيتاب العشرة اوبوت والسيريال بتاعنا اهو، الفويد لوب ادي القوس بتاعها احنا قفلناه هنا اهو، وادي الفويد لوب. هنبدا زي ما احنا قلنا، الديوتي بكام؟ هنبدا مع بعض، الديوتي ب 15، الديوتي 255 ديوتي بلس 5 في كل مره. هقول له انا الجرايت 10 وديوتي، اروح بعد كده اقول له دي ليميت ملي سكند عشان الموتور يستجيب للسرعه دي او يستجيب للديوتي دي. عند ديوتي ب 15 هعمل ايه؟ مش هاخد قراءه واحده من التاكو زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت، لا، هاخد ما يقرب من 200 قراءه واجيب لهم الافريج، كده انا بقلل الايرور. هروح اعمل فور ثانيه صغيره جوه كده، اقول له انت اي بتساوي 0، اي اقل من 200، طول ما انت بادئ من 0 واي اقل من 200، اي بلس 1 في كل مره. اي بلس 1 في كل مره يعني القيمه اللي قبل ال 200 مباشره هي 199. فبالتالي القراءة عندي أو القيمة هتبقى من 0 ل 199، يعني باخد 200 قراءة. أقول له أنا الجريد من A2، خد القيمة دي خزنها في السنسور فاليو، والنوع المتغير ده اسمه انت. يبقى قيمة السنسور فاليو الرينج بتاعها كام؟ من 0 ل 1023، لأنها مين؟ ديجيتال. هقول له ديلي 10 ملي سكند. بعد كده إيه؟ قبل ما أجيب الأفريج لازم أعمل سميشن للداتا دي، سميشن وأقسمهم على عددهم يديني الأفريج، كده أنا قللت الايرور في القراءة. يبقى اجيب السميشن ازاي؟ اروح اعمل المعادلة دي، متغير بيساوي نفس المتغير زائد السنسور فاليو. نفترض الاي في جي ده في البداية هخليه بزيرو، الانيشال بتاعته بزيرو، السنسور فاليو هنا طلعت بخمسة، يبقى خمسة زائد زيرو هيديني خمسة، يروح حاططها في نفس المتغير. يجي المرة الجاية يعمل ايه؟ هيبقى هنا ده خمسة من قبل كده زائد السنسور فاليو، القيمة الحالية وليكن بقيت ب 10، يبقى 10 زائد 5 ب 15، يروح اخزن في نفس المتغير تبقى 15، اكنه بيجمع القيم على نفس المتغير. بس خلي بالك الاي في جي ده قيمه انيشال قلنا كام؟ لازم تبقى بزيرو، فانا اعرفها قبل الفور مباشره، يجي هنا اقول له الاي في جي بيساوي زيرو نوعها فلوت قبل الفور مباشره. ليه طب ما عرفهاش قبل الفويد سيتاب؟ او ليه ما عرفهاش في الفويد سيتاب؟ او ليه ما عرفهاش قبل الفور مباشره؟ هنعرف ليه دلوقتي. بعد كده انا بعد ما اطلع من الفور هنا هيطلع معايا كام؟ مجموع 200 قراءة بناء على عدد القيم هنا، احنا قلنا 200، هيطلع معايا من المعادلة دي مجموع 200 قراءة. فبعد ما اطلع من 4 اخد القيمة اللي اسمها اي في جي دي، القيمة ان هي عبارة عن مجموع 200 قراءة، اقسمها على 200، يبقى كده انا جبت الافريج، اخد المجموع اقسمه على العدد القراءات يديني الافريج اللي هي فيتاكو، فيتاكو هنا الافريج نوعها فلوت. طبعا الوحدة هنا بالديجيتال اللي هي من 0 ل 1023، اروح اعمل ايه؟ امسك القيمة دي اللي طلعت من هنا اضربها في 5000 على 1023، يبقى اتحولت لملي فولت زي ما احنا شرحنا، وبعد كده اخد الملي فولت اللي هو الفيتاكو بالملي فولت اللي هي دي هنا، اضربها في المعادله دي يطلع لي السبيد بالار بي ام. انت استخدمت نفس المتغير مرتين، طول ما الفيتاكو هنا قيمه ديجيتال وانا مش هستخدمها تاني خلاص، اسمي نفس المتغير تحت، وهتلقى القيمه القديمه اتمسحت وتحط مكانها القيمه الجديده.
بعد كده اعرض على الشاشه الديوتي وقيمتها والفيتاكو وقيمتها والسبيد وقيمتها، واعمل لين في الاخر عشان ينزل سطر جديد في كل مره، واعمل ديلي 1000. بعد الفور اعمل ديلي نهائي هنا 2000. نيجي للنقطه المهمه، الاي في جي عندي هنا بصفره، اتفقنا لازم بيتصفر. ليه؟ لان لازم يبقى في المتغير في البدايه زيرو، ويروح ياخد قيمه السنسور ويجمعها، وبعد كده يرجع ايه يخزنها في نفس المتغير، المره الجايه ياخد قيمه السنسور ويجمعها على القيمه القديمه وهكذا. لو الاي في جي زيرو ده انا صفرته في قبل الفويد سيت اب او جوه الفويد سيت اب، هتيجي هنا هتنفذ ايه؟ الديوتي ب 15، عند الديوتي ب 15 الاي في جي كان بزيرو تمام، هيروح ياخد 200 قراءه مفيش مشكله، هروح اجيب الافريج مفيش مشكله، بس الاي في جي طالع معايا بايه؟ بقيمه، خلي بالك الاي في جي هنا بقيمه، وهروح انفذ ده كله، يرجع تاني هخلي الديوتي بكام؟ بلس 5، يعني الديوتي هتبقى المره دي 20، هنا ليها قيمه من قبل كده، فيجمعها على قيمه السنسور فاليو الحاليه، كده انت شغال غلط، لان لازم القيمه الانيشال تبقى بزيرو، فانا اجي هنا اقول له لما الديوتي تبقى ب 15 ب 15 خلي الاي في جي بزيرو، وروح خد 200 قراءه واقسم على 200 يبقى جبت الافريج تمام. هيجي هنا يكمل البرنامج، يرجع تاني للفور لوب، خلي الديوتي المره دي ب 20 لان هيعمل بلس 5، هيقول له ده الاي في جي ليه قيمه من قبل كده خليها بزيرو، انا عايز سرعه الموتور في حاله الديوتي ب 20، يبقى خلي الاي في جي بزيرو واخد 200 قراءه لما الديوتي ب 20 وارجع تاني اجيب لها الافريج وهكذا. فلازم الاي في جي يتصفر قبل الفور بتاعت مين؟ السميشن اللي هنا، ولا كده بشتغل غلط. ان شاء الله هنشتغل عملي، هيبقى تسجيل العملي في فيديو مستقل عشان ما نطولش وقت الفيديو، وان شاء الله الفيديو القادم هنشتغل البانج بانج كنترول والبي كنترولر بي اي كنترولر، والفيديو الذي يليه هيبقى مجمع العملي كله في فيديو واحد عشان تقدر تستفاد من التوصيل والتشغيل والتنفيذ العملي. يا ريت لو فيديو النهارده عجبك اعمل لايك وشير، وما تنساش سبسكرايب للقناه او اشتراك للقناه عشان تتابعنا في كل فيديو جديد، وتتابع السلسلة بتاعت الدي سي موتور. شكرا جزيلا.